طيب كمان كان في حوار مهم جدا في صحيفة سويسرية كبيرة مع ريني فايلر السويسري المدير الفني للأهلي بمناسبة تتويج النادي الأهلي. صحيفة بليك السويسرية عملت حوار مهم مع ريني فايلر عن هذا التتويج، ترجمه عنها موقع دبلوماسي المصري، موقع عام لكنه خد الزاوية الرياضية ديت للأستاذ أشرف أبو عريف رئيس تحرير موقع الدبلوماسي علشان ينقل لنا ما جرى في حوار بليك السويسرية اليومية مع ريني فايلر. قالت الصحيفة، يمكن دي لقطات من غلاف المجلة والحوار اللي أجرته مع ريني فايلر، قالت الصحيفة أن هذا الإنجاز، طبعا هم غلطوا وفالوا عليه الكمال، قال لك للمرة 42 ريني فايلر يجلس على عرش الكرة المصرية أو يتربع على عرش الدوري المصري قبل نهايته بسبع جولات، وللمرة 47. هم حسب إحصائهم مش 42، غلطوا 47 عشان يكون فالوا عليه الكمال، يعني قفزوا خمس سنين لقدام إن شاء الله. الصحيفة السويسرية قالت ريني فايلر يعد ما حققه نجاحا رائعا في سنته الأولى في مصر بعد أن أحرز اللقب مع اندرلخت البلجيكي الدوري البلجيكي عام 2017، ده تاني لقب له في بطولة الدوري. قالوا له ده رقم قياسي جديد للأهلي، قال يعتبر هذا الإنجاز مدهشا بالنسبة لي بشكل خاص لأني لم ألقى سوى هزيمة واحدة حتى الآن، إذا استمرت النتائج على هذا النحو حتى نهاية أكتوبر وبالتالي فإنه رقم قياسي جديد في تاريخ الأهلي. لا، الأهلي عنده رقم مع مانويل جوزيف في 2004-2005 ما كانش خسر خالص. طبعا. لكن قال ريني فايلر أعرب عن حزنه لإصابة لاعبين اثنين ومساعده المدرب سيسا بفيروس كورونا طبقا للفحوصات الطبية وعزلهم لأن الأوضاع في القاهرة صعبة. قال فايلر أنه بالرغم من شراء أحد الفرق المنافسة للأهلي وهو بيراميدز لاعب الأهلي صبحي، يقصد رمضان صبحي، خلال البطولة، إلا أن الأهلي تغلب على كل هذه الصعاب. وأضاف فايلر لقد تطورنا أكثر فأكثر والآن الفريق يكافئ نفسه بفوزه باللقب مبكرا. الاحتفال باللقب محدود بسبب كورونا وعقدي لسه في سنة مع الأهلي. قال الاحتفال بالفوز باللقب، الاحتفالات على النطاق ضيق في القاهرة لأن قواعد كورونا لا تسمح بإقامة حفلة صاخبة في القاهرة عن استمراره مع الأهلي، وده المهم. قال فايلر لا يزال لدي عقد مع الأهلي حتى الصيف المقبل وعندئذ سأقيم الموقف. حول سؤاله عما إذا كان سيستمر لموسم آخر أو يستعين بالشرط الجزائي، قال ريني فايلر الأمر ما زال كما هو عليه الوضع، وعلينا أن نضع في الاعتبار الانفصال عن الأسرة والظروف الصعبة التي أعمل بها في القاهرة، وهذا الموسم كان خاصا للغاية بالنسبة لي، وكلها عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم المسألة. أفضل مدرب، الصحيفة قالت مع ريني فايلر بفوزه بلقب أفضل مدرب لهذا العام بعد فوزه باللقب باستحقاق كامل. الشرط الجزائي وريني فايلر، ولا كل، أنا قلت لك رأيي في الشروط الجزائية. لا يمكن أنك أنت شروط جزائية هتقف عائق لو أنت عايز تغير مدرب أو هو عايز يمشي. وعندنا سوابق كتير جدا واحترمها النادي الأهلي مع دور ريفي ومع ستوبل ومع الناس كلها. سوبل كان في نفس الظروف قريبة من اللي احنا فيها. كان مدرب دخل قلوب الناس كلها، غير اسلوب اللعب في الكرة المصرية، كان جنتلمان الكرة المصرية، كان راجل برنس حقيقي، وكان يعني محبوب جدا. ولكن لما توقف الدوري علشان انت بتكلم على ديتريش فايتسا. فايتسا. ففايتسا لما توقف الدوري لتجهيز المنتخب لكأس العالم 90. وكان وقتها الكابتن عبد الصالح الوحش راح له قال له انا يعني ما اقدرش اقعد ومفيش شغل واخد وراتب والدوري واقف ما ينفعش. فشوف النبل بتاع الراجل. فكان برضه يعني اعتذاره المره دي واعتذر، واحنا يعني شفنا ان ده تصرف سليم. دور ريفي لمرض زوجته وكان قبل الانتخابات بشكل مباشر مع الكابتن صالح ومسك بعديه الكابتن سايس وكمل. انا عايز اقول ايه، الشروط الجزائيه التعاقد زي مجتمعيا تشبهه بالجواز. ما تقدرش تقول اتنين مش خلاص في ظروف بتقتضي الانفصال يبقى المؤخر ممكن يحول مثلا.
لكن هو لم قال كلمة مهمة، قال أنا عقدي ممتد لنهاية الصيف القادم. فهو كان يلمح أن أنا بيني وبين الأهلي عقد بعد نهاية الموسم، عندنا موسم. طب بشكل عام ماذا لو حدث في الأمور أمور وحبيت تستخدم وحصل أي حاجة؟ لا أنا بتكلم أنا بقى، أيوة. سيبك من اللي قاله خلاص فايلر. المسائل دي بتحصل في كرة القدم، لا يجب أن نتوقف أمامها. يا جماعة لعيب عايز يمشي، السوق مفتوح مليء بالمواهب بالظبط، وعندك الأموال هتجيب البديل. صحيح صحيح. مدرب عايز يمشي، نتمنى أن يستمر. صحيح. لأنه كميته مشيت معانا، لكن لو عنده ظروف تحول لازم نبقى متنبهين وناضجين ان احنا نقدر نشوف البديل المناسب. مفيش، الدنيا لن تتوقف اطلاقا بمين قاعد ومين مشي. وده مهم جدا، الاهلي لا هيتمسك بمدرب عايز يمشي ولا هيترجى في مدرب والنبي عشان خاطرنا اقعد، هيحترم تعاقداته. المدرب عنده شرط جزائي، ما حتى لو مفيش شرط جزائي في اي وقت عايز يمشي مؤكد انه الاهلي بيفتح له الباب ويعمل له حفله ويقول له جود لك، شكرا على الفترة اللي قضيتها معانا. لأنه من يقب أو من يبقى في الأهلي لا يبقى إلا وهو سعيد وممتن ويغادر وهو سعيد وفخور بيشتغل في النادي الأهلي، وتفضل علاقتك بيه بالظبط، وتسمع التهنئات وتسمع منه كل التهاني وكل الروح الطيبة. هو ده الأهلي، وهي دي العلاقة مع ريني فايلر حتى الآن. في أي وقت يقدر يقعد مع الكابتن الخطيب، يقعد مع لجنة التخطيط، يقول وجهة نظري، يقول رأيه زي ما هو قال للصحيفة السويسرية.